أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية بالجهود التي بذلها الأبطال الأولمبيون الحائزين على الميداليات الملونة بأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا العمل الدؤوب والإرادة القوية التي تحلوا بها. وتنفيذا لتوجيهات سموه، نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية احتفالية جماهيرية بمجمع سيتي سنتر الاثنين للأبطال والبطلات الأولمبيين الحائزين على الميداليات الملونة بأولمبياد باريس 2024، وهم كلا من العداء ونفر ديافي والعداء سلوى عيد والمصارع أحمد تاج الدين والرباع غور منسيان. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد أن مثل هذه الاحتفالات تعكس مدى تقدير الشعب البحريني لما يحققه أبطاله على الساحة الرياضية الدولية، وتساهم في تحفيز الجيل القادم من الرياضيين للسعي نحو التميز. وتقدم سموه بالشكر الجزيل لكل من حضر وشارك من الجماهير وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية، كما أثنى سموه على التنظيم الرائع متمنيا استمرار مثل تلك الإنجازات التي ترفع اسم البحرين عاليا في المحافل الرياضية العالمية. هذا ويستقبل الجمهور الحاشد الأبطال الأولمبيين بحفاوة بالغة، وتمكن الحضور من التقاط الصور التذكارية معهم والحصول على توقيعاتهم، مما أضاف لحظات من الفرح والفخر للجميع. وتخللت الاحتفالية توزيع قمصان تحمل صور البطلات والأبطال وإنجازاتهم كرمز لتخليد هذه اللحظة التاريخية.